قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدأ الفيلم مع طفل بيطلب من أبوه يحكي له قصة واكاندا بلدهم العظيمة. فبيبدأ الأب يحكي وبنعرف إن من ملايين السنين في نيزك عظيم من مادة كده اسمها الفايبرينيوم ضرب منطقة في قارة أفريقيا، والفايبرينيوم هو واحد من أقوى العناصر في الكون وده حرفيا. المهم بعد زمن من الكلام ده ظهروا البشر واستقروا 5 قبائل فوق المنطقة دي بالذات اللي ضربها النيزك وأطلقوا على المنطقة دي واكاندا. لكن المشكلة إن القبائل دي كانت دايما بينها صراعات كتير لحد ما محارب عظيم منهم حلم برؤية وشاف الإله باست والعياذ بالله اللي بيعبدوه ودلته على زهرة، ولما جاب الزهرة دي وشربها امتلك قوة عظيمة وبقى أول بلاك بانثر. وحد كل القبائل ما عدا قبيلة الجباري واللي فضلت بعيدة جدا عن التحالف ده وعاشت في جبال واكاندا. بس يا سيدي بتعدي السنين وشعب واكاندا بيتطوروا بشكل مش طبيعي بفضل الفايبرينيوم، تطور ما حصلش في التاريخ. بس باقي العالم بيعاني من حروب وصراعات، والفايبرينيوم واللي مفيش منه غير في واكاندا بس هو عنصر نادر جدا وقوي في صنع الأسلحة، وسبب واكاندا هتكون عرضة للاحتلال والنهب. فقرروا يستخدموا واكاندا الفايبرينيوم ده وصنعوا غطاء حاجب وخفوا بيه بلدهم عن العالم كله. من وقتها محدش يعرف حاجة نهائيا عن واكاندا واللي بيجرى فيها إلا شعبها بس. وبعد ما عرفنا تاريخ واكاندا خلاص بنجري بالزمن ل 1952 لمدينة كاليفورنيا. بنشوف هناك أطفال كده بيلعبوا في الشارع، عايزك تفتكرهم شوية عشان هنحتاجهم من قدام. أما دلوقتي بنطلع لشقة في واحدة من العماير اللي موجودة في المنطقة دي وبنشوف هناك 2 مجرمين بيخططوا لحاجة، لكن بيحسوا بحركة غريبة كده في المكان وفجأة الباب بيخبط فبيفتحوا بيلاقوا بنتين من الحرس الملكي لملك واكاندا اللي هو البلاك بانسر يعني. المهم بيسألوا البنتين دول واحد منهم عن اسمه فبيعرف نفسه بأنه الأمير إنجوبو ابن الملك السابق أزوري وأخو الملك الحالي تيتشاكا. ولسه هيكمل هوب بيدخل الملك تيتشاكا نفسه وبيعرف اخوه ان في تاجر سلاح اسمه يوليسس سرق من واكاندا 1/4 طن فايبرينيوم وفجر كمان قنبلة على الحدود وهرب. ويوليسس كان عارف طريقه كويس جدا لان في حد هو اللي دله على كل حاجة في واكاندا، وبالتالي انت يا إنجوبو اللي تعاونت مع يوليسس وخنت واكاندا. إنجوبو وقتها بينكر كل الكلام ده، بس صاحب إنجوبو اللي كان معاه بيطلع جاسوس اصلا لتيتشاكا وبالتالي بيأكد لتيتشاكا ان اخوه خاين، فبيأمر تيتشاكا اخوه يجي معاه لواكاندا يتحاكم هناك، وفعلا بياخده بطيارة وبيمشي. وهنا بنرجع للاطفال اللي كانوا بيلعبوا في الشارع لانهم بيشوفوا طيارة وفي واحد فيهم بيتأثر لانه يبقى ابن إنجوبو وعايزك تفتكره لقدام. اما دلوقتي فبنجري بالزمن للوقت الحاضر وبنشوف الامير تيتشالا وهو قاعد في طيارته وبيتابع الاخبار، وركز انا بقول تيتشالا مش تيتشاكا. في الاخبار بنشوف ان الملك تيتشاكا اتقتل في هجوم ارهابي على مقر الامم المتحده، والهجوم ده يا صديقي بالمناسبه لو انت عاوز تفهم حكايته كلها بالكامل وتشوفه كمان فانت هتبقى محتاج ان انت تتفرج على ملخص فيلم كابتن امريكا سيفيل وور واللي عملنا له تلخيص هو كل افلام مارفل على القناه، وهتلاقي كل لينكاتهم في وصف الفيديو. متى بنعرف ان تيتشاكا مات؟ واحنا حاليا بعد اسبوع من وفاته وبنعرف ان المفروض تيتشالا ابنه هيتوج كملك لواكاندا. المهم بعد ما بيشوف تيتشالا الاخبار بيجهز نفسه وبيروح للحارسه بتاعته اوكويا، وبنعرف من كلامهم انهم النهارده خارجين يجيبوا بنت كده تعتبر خطيبه تيتشالا واسمها ناكيا لانها في مهمه. وبس يا صديقي بينزل تيتشالا ببدله بلاك بانسر لمكان المهمه. بنشوف عصابه خاطفين بنات وناكيا متنكره وقاعده وسطهم عشان تحرر الكل، لكن تيتشالا بيسبقها وبيضربهم كلهم. وبنشوف قوته الكبيره والعظيمه واسلحته المتطوره، وفي لحظات بيخلص على العصابه كلها وبيروح لناكيا وبيعرفها انهم هيرجعوا دلوقتي لواكاندا لان ابوه مات وهو هيتوج كملك. فطبعا بتتاثر ناكيا وبتروح معاه. وهما بيوصلوا بيقابلوا الملكه ام تيتشالا واخته شوري وبيبداوا يجهزوا للتتويج. فبنسيبهم دلوقتي وبنروح للمتحف البريطاني. بنشوف هناك كليمونجر وبنعرف انه ابن إنجوبو اللي شفناه في الاول لو تفتكر. وكليمونجر هو عصابه سلاح كده جايين للمتحف النهارده عشان يسرقوا فأس من الفايبرينيوم معروضه في المتحف ده. وعلى طول في الوقت المناسب بتدخل عصابه السلاح وبنكتشف انها بقياده يوليسس اللي اتكلمنا عليه في الاول لو تفتكر برضه، وبيضربوا كل اللي في المتحف وبيسرقوا الفاس بتاعه الفايبرينيوم دي وبيهربوا من المكان. بنرجع تاني لواكاندا وبنشهد حدث تتويج تيتشالا المهيب، وبنبدا كمان المراسم بتاعه التتويج بين تيتشالا بيقف وسط اهل واكاندا كلهم وبيجي له الكاهن بتاعهم واللي اسمه زوري وبيقول للكل ان تيتشالا هيكون البلاك بانسر والملك الجديد لواكاندا كلها، ولو في حد عايز يكون هو الملك او معترض يبقى نتبع القوانين، والشخص ده يتحارب مع تيتشالا لحد ما يقتله او يستسلم، وقتها هيكون مكانه الملك والبلاك بانسر. زوري بعد ما بيخلص كلامه على طول بيدي تيتشالا مشروب كده بيسلبه كل قوته، واللي بالمناسبه هي اصلا عنده بسبب زهره كده بتدي للي بيشرب منها قوه البلاك بانسر. ومهم يعني ان تيتشالا بتسلب منه كل القوه حاليا لان العادات بتنص انه لازم يفقد قوته بالكامل بحيث يكون من نفس قوه الشخص اللي هيتحارب معاه عادي جدا.
مثلا كل القبائل بترفض تحارب تشالا وبيوافقوا كلهم انه يكون الملك ما عدا قبيلة الجباري، وبيكون انباكو زعيم القبيلة بيتحدى تشالا. وهوب يا سيدي بيدخلوا سوا في معركة قوية، وبتفضل المعركة رايحة جاية ضربة من هنا على ضربة من هنا لحد ما بيقدر انباكو يضرب تشالا برمح في صدره وبيكون هيتغلب عليه. لكن تشالا بيمسك نفسه وبيحارب انباكو لاخر نفس وبيقدر يسيطر عليه وبيفضل يخنق فيه وبيكون انباكو خلاص هيموت. لكن تشالا بينصحه يستسلم فبيستسلم وبيعيش وبيفوز تشالا بالحكم. وبس كده بتبدا مراسم التتويج، وزوري بياخد تشالا للمعبد وبيكونوا زارعين فيها هناك زهرة البلاك بانسر فبيشرب منها تشالا وبترجع له قوته. عامة بيستلم تشالا الحكم، وفي يوم كده بيلف في البلد يتفقد الاحوال مع خطيبته ناكيا. وقتها بقى طلب منها تشالا ان هي تبطل سفر وتستقر معاه في واكاندا ويتجوزه، لكن ناكيا بترفض لان في ناس كتير في العالم كله محتاجين مساعدتها. وبتقول له كمان لو عايزني افضل هنا يبقى نفتح بلدنا على العالم كله ونفيد الناس كلها من التطور اللي عندنا. لكن تشالا بيرفض لان كده امن، وبيسيبها وبيروح يقف مع واكابي صديقه من زمان جدا وزعيم قبيله الحدود، ودي بالمناسبه من اسمها كده هي القبيله اللي بتحمي حدود واكاندا. في المجمل بيفضلوا يتكلموا وبنفهم من كلامهم ان واكابي عايز يستخدم القوه والتطور اللي عندهم هنا ويحاربوا دول بره واكاندا، بس طبعا تشالا بيرفض. وفي وسط كلامهم ده بتجيلهم مكالمه من زعيمه المحاربات اوكويا، واوكويا بتطلب منهم حاليا يجوا للمجلس بسرعه. بيروحوا وبتعرفهم اوكويا ان في قطعه من الفايبرينيوم اتسرقت من المتحف البريطاني، واللي سرقها هو يوليسيس وهيبيعها لمجموعه امريكان موجودين هيكونوا في كازينو كده في كوريا. فبيقرر تشالا بدون تفكير انهم يروحوا يرجعوا القطعه ويقبضوا على يوليسيس، وعشان يروحوا للمهمه دي لازم يتسلحوا. فبناء عليه بيروح تشالا لمنجم الفايبرينيوم ومركز الابحاث، وبنكتشف ان اللي بيشرف على كل ده اصلا هي شوري اخته. المهم بتوري شوري لاخوها بدله جديده صنعتها ليه بمناسبه انه بقى الملك، فبيجرب البدله وبتعجبه. وفي نفس اليوم بالليل بيروح تشالا مع ناكيا واوكويا لكوريا، وبيدخلوا للكازينو اللي موجود هناك اللي هيبيع فيه يوليسيس السلاح. وهما بيدخلوا بيلاقوا اكتر من امريكاني موجود في المكان، ومن ضمن الامريكان دول العميل روس، عميل في السي اي اي، وسبق برضو وشفناه لو تفتكر برضو في فيلم كابتن امريكا سيفيل وور، ويعني انصحك تتفرج على الترخيص بتاعه هتلاقيه موجود في القناه. والخلاصه يعني لو مش عاوز تفهم اي حاجه تبع الموضوع ده هو ان اصلا العميل روس ده اتعامل كتير قبل كده مع تشالا وشبه شويه اصحاب. فبيروح له تشالا وبيقول له انا عارف انك جاي تشتري قطعه من الفايبرينيوم، لكن يوليسيس والقطع من حق. فبيقول له روس ما تخافش انا جاي اقبض عليه وبعدين نشوف الكلام ده، ويسيبه تشالا وبيمشي. وبعد شويه بيوصل يوليسيس مع رجالته، وللاسف واحد منهم بيقدر يكشف اوكويا وبيعرفه، فبيتعارك معاه هو ورجاله يوليسيس. وقتها بيلبس تشالا بدله البلاك بانسر وبيبداوا هو وناكيا يضربوا في رجاله يوليسيس بكل قوه، بس يوليسيس بيقدر يهرب فبيخرجوا يجروا وراه. وبعد مطارده كبيره بيستخدم يوليسيس سلاح مركبه في ايده وبيدمر العربيه اللي راكبينها اوكويا وناكيا. وقتها بيجي لهم روس وبياخدهم معاه، اما تشالا فبيفضل يطارد يوليسيس وبيقدر يقبض عليه، لكنه مش بيقتله بل بياخده لمركز كده تابع للمخدرات الامريكيه. وبتخلص الليله، وقتها بيدخل عميل روسي يحقق معاه، لكن التحقيق مش بيكمل عشان بره المركز بيوصل كليمونجر وبيلبس قناع سرقه من المتحف البريطاني وبيدار وشه وبيدخل مع رجالته المركز وبيفضلوا يضربوا نار يمين وشمال، وبتكون في طلقه هتصيبنا. فبينط روسو بياخدها مكانها وبيستمروا الهجوم كليمونجر ورجالته، وبيقدروا ياخدوا يوليسيس ويخرجوا. في اللحظه دي خرجت تشالا وراهم لكنه مش بيلحقهم، وبيركب كليمونجر واللي معاه العربيه وبيختفوا. بس قبل ما يهربوا شافت تشالا خاتم كده مع كليمونجر واستغرب جدا، لان ده الخاتم الملكي اللي بيكون بس مع افراد العائله الملكيه مش مع حد تاني. لكن مش بيهتم قوي الموضوع ده دلوقتي، وبيرجع للمركز. فهوب بيكتشف ان روس بسبب الطلقه بين الحياه حاليا والموت، فان روس انقذ ناكيا اصلا بيقرر تشالا قرار تاريخي بانه يدخل روس واكاندا يتعالج، وده قرار تاريخي لان ما حدش غريب دخل واكاندا ابدا قبل كده. وفعلا بياخدوا الواكاندا، وفي السر بيروح لشوري في المركز وبتبدا تعالجه. بس وسط ما هي بتعالجه بتكتشف ان واكابي وصل، فبيخرج له تشالا بسرعه عشان ما يدخلش ويشوف روس، لان دخوله زي ما بقول لك ممنوع. المهم واكابي بيسال تشالا جاب يوليسيس معاه ولا لا، فتشالا بيقول له هرب مني، فبيسيب واكابي وبيمشي وهو مش ناوي على خير ابدا. عامة بنسيب واكاندا وبنرجع لكليمونجر تاني، وبيكون مع يوليسيس حاليا وكم واحد من رجالته ورايحين يركبوا طياره عشان يقابلوا ناس من السي اي اي يبعوا لهم الفايبرينيوم، لكن محدش هيروح لحته ان كليمونجر بيخونهم وبيطلع سلاحه وبيخلص عليهم كلهم بما فيهم يوليسيس، وهنعرف ليه قدام. فدلوقتي فبنرجع واكاندا، وبيروح تشالا للكاهن زوري وبيساله عن اللي حصل لعمه انجوبو، ان المفروض ان تشالا وباقي سكان واكاندا عارفين ان هو هرب واختفى من زمان. فبيحكي زوري لتشالا الحقيقه، وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف انجوبو وقت ما كان الملك تشاكا عنده وهياخده وهيرجع واكاندا ما كانش راضي وطلع سلاحه، بس تشاكا سبقه وطعنه وبيموت انجوبو في لحظتها. وطبعا بيزعل تشاكا عليه جدا جدا، ما هو اخوه.
ومفترض ان وقتها رجع واكاندا الكل وقالوا انه اصلا اختفى وفضلت الحياه مدفونه ومحدش يعرف اي حاجه غير تشاكا وزوري. تشاكا صديقي لما بيفهم كل ده كان حزين جدا لانه ما كانش يتوقع ان ابوه يعمل كده، وخصوصا لما عرفوا ان عمه كان عنده اصلا ابن وهو كليمونجر وما خدوش اصلا معهم لوكاندا وسابوه هناك يتربى وحيد، وده اللي اصلا حاليا مزعل تشاكا جدا. وعشان كده بياخد بعضه ويروح يقعد مع ناكا يفضفض لها شويه كل اللي في قلبه. في نفس اللحظه بيوصل كليمونجر للحدود بتاعت واكاندا وهو بيسحب جثه في شوال. وقتها قابله واكابي وساله انت مين، فقال له كليمونجر انا واكاندي زيك بالظبط. بعدها بيفتح الشوال واللي فيه جثه يوليسيز وبيكمل كلامه وبيعرف واكابي انه جاي هنا وهو قاتل واحد من اعداء واكاندا عشان يسمحوا له يتكلم بس مع المجلس. فبيدخله واكابي فعلا وبتوصل الاخبار لشوري واللي بتكون مع روز دلوقتي، واللي اول ما بيشوف كليمونجر على طول بيستغرب وبيقول لشوري ان ده مش واكاندي اصلا، ده كان شغال مع الجيش الامريكي وكان قاتل ما عندوش رحمه وانشق عن الجيش وانضم لجماعه مرتزقه. شوري بناء على كل ده بتجيب تشالا وبتخلي روس يقول له كل المعلومات دي من تاني. بعد ما عرف تشالا كل ده راح للقصر وقرر ان هو الاول قبل ما يعمل اي حاجه يسمع كليمونجر. فبيقول له كليمونجر زمان ابويا سافر امريكا وشاف الافارقه بيتظلموا وكان عايز ان هو يشارك قوه واكاندا دي مع ابناء قارته، فاضطر ان هو يسرق الفايبرنيوم. وانا ابن انجوبو وبتحدى حاليا البلاك بانسر الملك تشالا في قتال حتى الموت على عرش واكاندا، لانه ما يستحقوش اصلا ولا حتى يستحق انه يكون ملك، لكن انا هبقى الملك وهشارك قوه بلدنا دي مع باقي القارات والعالم كله. تشالا صديقي رغم انه عارف ان نوايا كليمونجر مش خير زي ما هو بيدعي الا انه بيوافق حربه، وكالعاده بيشرب المشروب اللي بيسحب القوه منه وباشاره من زوري بتبدا المعركه. وسط دقة طبول وتحت انظار اهل واكاندا كلهم بيتحاربوا ولاد العم على العرش، وبيدخلوا معركة قوية جدا بتبان فيها قوة كليمونجر ودمويته الكبيرة في القتال. اما تشالا فما كانش عايز يقتله خالص ويغلط الغلطة اللي غلطها ابو زمان، فبيكون حريص جدا في الموضوع ده وهو بيحاربه، وبسبب كده للأسف بيقدر كليمونجر يتغلب عليه وبيفضل يطعن فيه لحد ما زوري بيوقف وبيقول له انا الجاسوس اللي سلمت ابوك لتشاكا، اقتلني انا وما تقتلش تشالا اللي مالوش ذنب. فبيقول له كليمونجر لا هاتلكم انتوا الاثنين، وبدون مقدمات بيغوز زوري فبيموت في الحال. بعدها بيمسك تشالا وبيرميه من فوق الشلالات، وبالقوه والدم بيعلن نفسه ملك واكاندا والبلاك بانسر الجديد. ومرات زوري بنفسها هي اللي بتلبسه العود الملكي رغم حزنها الكبير على جوزها. في اللحظه دي بسرعه بتيجي ناكيا وبتاخد شوري وامها وبتهرب بيهم من المكان قبل ما شارك كليمونجر يطولهم. بعد شويه يا سيدي وبعد ما خبتهم دلوقتي بتروح لاوكويا بما انها زعيمه المحاربات وبتطلب منها تيجي معاها يحموا الملكه الام وشوري، لكن اوكويا بترفض لانها محاربه وقدرها دايما ان هي تحمي العرش ايا كان من اللي هيقعد عليه. فبتسيبها ناكيا وهي زعلانه منها وبتروح لروس وبتاخده بسرعه وبيهربوا. وعلى الناحيه الثانيه بيروح كليمونجر مع مرات زوري للمعبد وبيكملوا الطقوس بتاعت التتويج هناك وبيشرب من عشبه البلاك بانسر. بيدخل فجاه في زي رؤيه كده بيشوف فيها ابوه واللي بيقول له قدرك يا ابني انك تكون تايه في الحياه زي، لكن كليمونجر بيقول له انه غيره وهوب بيفوق من خيالاته وبتبقى عنده قوه البلاك بانسر. وبيلاقي كمان مرات زوري قدامه فبيسالها الاعشاب اللي هنا دي هي كل الاعشاب بتاعت البلاك بانسر ولا في مكان تاني؟ بتقول له هم دول بس، فبيامرها حالا بحرقهم كلهم لانه مش عايز اي ملك يجي بعده تاني. ورغم ان ده مخالف جدا لعاداته والتقاليد الا ان مرات زوري غصب عنها مش بتلاقي حل وبتحرق كل الاعشاب. بس الحمد لله في الوقت ده بتدخل ناكيا في الخباثه من غير ما حد يشوفها وبتسرق زهره منهم وبترجع لروس والملكه الام وشوري. وهناك بيقرروا ان هم يقابلوا امباكو زعيم قبيله الجباري ويدوله هو الزهره دي يشربها عشان يقدر يحارب كليمونجر ويخلصوا منه. وفعلا بيروحوا يقابلوا امباكو وبيرحب بيهم جدا جدا، لكنه برضه بيرفض ان هو يشرب الزهره وبيقول لهم في حد اهم مني محتاجه. بعد كده بياخدهم لمكان كده فبنتفاجئ ان تتشالا عنده بين الحياه والموت، وبيعرفهم ان واحد من الصيادين بتوعه لقيه بالصدفه فجابه. امباكو احتفظ بيه على حالته دي عشان يرد له الجميل لما مرضيش يقتله. طبعا ناكيا وشوري والملكه الام كلهم بيفرحوا ان تتشالا لسه عايش وبيشربوه على طول الزهره على امل انه يرجع تمام. تتشالا يا عزيزي اول ما بيشرب الزهره فجاه بيشوف رؤيه هو كمان بيشوف فيها ابوه وباقي اسلافه، وهناك بيطلب منه ابوه ان هو يجي يعيش معاهم ان خلاص حياته انتهت. لكن تتشالا بيقول لابوه كليمونجر وحش وانت اللي حولته لكده لما تخليت عنه هو وابوه، وانا مش هسيب وحش يحكم بلدي. بعدها بيودع ابوه وهوب بيصحى تتشالا تمام بعد ما رجعت له قوه البلاك بانسر. تتشالا بمجرد ما بيستجمع قوته بيجتمع بروس وامه وناكيا وشوري في قصر امباكو وبيتفقوا ان هم يحرروا واكاندا من كليمونجر قبل ما يبيع اسلحه وتكنولوجيا واكاندا. وفي واكاندا بيكون على فكره كليمونجر اصلا حاليا بينقل كل الاسلحه على طيارات عشان يبيعها بره واكاندا، لكن مع اول طياره بتطلع وقبل ما تخرج من واكاندا بيظهر تتشالا في زي بلاك بانسر
وبيدمرها. بيقول لكليمنجر يلا نكمل التحدي، لكن كليمنجر بيرفض وبيأمر وكابي وقبيلة الحدود بقتله. وقتها بتفضل اوكويا تتحايل على وكابي ما يسمعش كلامه، لكنه بيسمع الكلام وبيأمر جنوده بقتل تتشالا وبيبدأوا يهاجموه. وفي نفس الوقت بتبدأ اوكويا مع باقي المحاربات معركة قوية جدا مع كليمنجر. وفي مركز الابحاث بتروح شوري وناكيا وروس، وبياخدوا شوري وناكيا اسلحه وبيخرجوا للحرب. اما روس فبيفضل في المركز وبيخش جوه برنامج محاكاه كده، بيسوق جوه طياره بيطلع يساعد بيها تتشالا، وكمان يطارد الطيارات التانيه اللي خارجه بالاسلحه من واكاندا. فعلا بينجح انه يوقعها كلها. بعدها بيهرب من المركز لانه بدا يتعرض لهجوم. وفي ارض المعركه لسه كليمنجر بيحارب اوكويا وباقي المحاربات بكل شراسه مش طبيعيه، لدرجه انه كمان بيذبح واحده منهم وشغال ضرب في الباقي. بس في الاخر بيسيطروا عليه وبيكونوا هيقتلوه، لكنه في اخر لحظه بيبعدهم كلهم عنه، فبينشغلوا في الحرب تاني مع اوكابي ورجالته. في الوقت ده بتيجي شوري مع ناكيا وبيتحاربوا مع كليمنجر، وتتشالا لسه مشغول برضه مع رجاله وكابي. والعيال هم بيسيطروا عليه وبيكونوا هيقتلوه، بس من بعيد بيلمح شوري اخته بتتعارك مع كليمنجر، والنظره دي بتشعل الشراره في قلبه، فبيبعد كل رجاله وكابي عنه في مشهد قوي جدا. بيروح لكليمنجر وبينزلوا في بعض ضرب. اما بقى وكابي ورجالته فبيسيطروا على اوكويا والمحاربات، بس في الوقت المناسب الحمد لله بيوصلوا امباكو ورجالته وبيقلبوا الكفة، وبينجحوا امباكو وقبيلته كلها مع اوكويا والمحاربات التانيين في السيطرة على اوكابي وباقي رجالة قبيلة الحدود. اما بقى تتشالا فالحال مش بيختلف كتير، لانهم بيفضلوا يضربوا في بعض هو وكليمنجر، وشوية ده يسيطر وشوية ده يسيطر، لحد ما بيقدر تتشالا يمسك الخنجر وبيطعم بيه كليمنجر طعنة بتنهي كل حاجة. في اللحظة دي كليمنجر كان بيحتضر وعارف انه خلاص بيموت. قبل ما يموت قالت تشالا انا ابويا دايما كان بيحكي لي عن غروب الشمس اللي موجود هنا في وكاندا، ارجوك نفسي اشوفه قبل ما اموت. تشالا في اللحظه دي بيصعب عليه، فبياخده فعلا للجبل وبيوريه الغروب. وهناك قال له تشالا على فكره احنا نقدر نعالجك، لكن كليمنجر بيرفض وبكل حزن بيموت. لكن تعرف يا صديقي بعد كل اللي حصل ده بيقرر تشالا الملك اخيرا انه يشارك المعرفه والتطور والفايبرينيوم مع باقي العالم كله، تكريما لعمه انجوبو وابن عمه كليمنجر. بيروح لكاليفورنيا وبيشتري نفس المبنى اللي تتشاكا قاتل فيها انجوبو زمان، وبيقرر انها تكون اول مركز علمي تابع لواكاندا خارج حدودها يعلموا فيها كل الاطفال. مش بس كده، لا ده كمان تتشاكا بيروح للامم المتحده وبيعلن حاجه هتفتح عليه ابواب جهنم، وهي ان واكاندا مش تفضل تراقب العالم من بعيد، ولكن قرروا ينخرطوا مع باقي شعوب العالم ويشاركوهم معرفتهم عشان البشريه كلها تستفيد. وبس يا سيدي، بتعدي فترة طويلة جدا على كل الكلام ده، وبنشوف شوري حاليا في مركز الابحاث وهي حزينة، لان حاليا الملك تتشالا مريض جدا وبين الحياة والموت، وهي دلوقتي بتحاول تلاقي علاج لحالته. لكن للأسف بعد شوية بيدخل عليها امها الملكة ريموندا وبتعرفها ان تتشالا مات، وطبعا بتكون زعلانة. وشوري لما بتسمع الخبر بتزعل جدا جدا على اخوها. بعد موت الملك تتشالا صديقي بتعمل له جنازة مهيبة، وكل شعب واكاندا بيحضروا لتوديع البلاك بانسر. حاجة على جنب كده صديقي ممكن تكون حزينة شوية، لكنها الحقيقة، وهي ان الممثل اللي عمل دور الملك تتشالا اصلا مات للأسف في الحقيقة بسبب صراع مع مرض السرطان، وعشان كده صناع الفيلم اصلا اضطروا ان هم يقتلوه في الفيلم بأي شكل كان. عامة نكمل من اللحظة دي بقى بتعدي سنة كاملة على موت تتشالا، وبنشوف الملكة ريموندا النهاردة في الأمم المتحدة، وبتبدأ بعض الدول تتهم ريموندا ومملكة واكاندا انهم مش بيوفوا بوعوده، وده بسبب ان زي ما قلت لك تتشالا قال في الامم المتحده انه هيشارك مع العالم كله الفايبرينيوم، ولكن مملكه واكاندا ما وقفتش بوعودها نهائيا، والفايبرينيوم لسه عندهم هم بس. لكن الملكه ريموندا مش بتسكت نهائيا، وبتعرف الكل ان مملكه واكاندا حاولت تساعد العالم كله وفتحوا مراكز كتير للتواصل في كل انحاء العالم، ولكن دول الغرب دايما بيحاولوا يطمعوا في المملكه اكتر واكتر من بعد اصلا موت الملك تتشالا، انهم فاكرين ان مفيش اي حد هيقدر يجيب حقهم بعد موت الملك. ولكن بتتعهد ريموندا ان حق واكاندا عمره ما هيضيع حتى لو الملك مات. بعدها ريموندا بتشاور بايدها لاوكويا، فبتدخل للقاعة مع باقي المحاربات وساحبين وراهم مجموعه اسرى من الجنود الامريكي. بعدها قالت ريموندا ان الاسرى دول حاولوا يسرقوا الفايبرينيوم من مركز تواصل خاص بواكاندا، وده حصل من ورانا، ولكن المحاوله فشلت وانا عارف مين اللي بعتهم، بس هعديها بمزاجي، ولكن لو المحاوله دي اتكررت تاني واكاندا هتعرف تدافع عن نفسها وعن حقها في الفايبرينيوم كويس قوي. وبس كده بتخرج الملكه ريموندا من المؤتمر وهي معلمه عليهم كلهم ومحدش قادر يفتح بقه. الناحيه التانيه بقى يا سيدي في المحيط الاطلسي بنشوف منصه كده تابعه للحكومه الامريكيه عليها فريق من العلماء، وبنعرف انهم جايين النهارده للمحيط يدوروا على الفايبرينيوم، وده بسبب ان معاهم حاليا اله بتكشف عن الفايبرينيوم، والاله دي اكتشفت ان في فايبرينيوم النهارده موجود في قاع المحيط ده. فلما ينزلوا مجموعه غواصين كده وبيلاقوا الفايبرينيوم، بس مش بيلحقوا يفرحوا نهائيا،
ان فجاه بيهجموا عليهم مجموعه بشر كده بيطلعوا من وسط الميه، وبيكون شكلهم غريب ولونهم ازرق ومعاهم اسلحه من الفايبرينيوم وقوه مش طبيعيه، لدرجه انهم في لحظات حرفيا قتلوا كل اللي على المنصه اللي في الميه. ما عدا بس عالمه كده كانت بتحاول تهرب بطياره، لكن فجاه قائد الناس الغريبه دول واللي اسمه نيمور بالمناسبه بيمسك الطياره وبيرميها بعيد بقوه كبيره جدا، وبكده الكل بيموتوا. وعايزك تفتكر الحادثه دي لقدام. اما دلوقتي فبنرجع لريموندا واللي بتوصل واكاندا وبتقابل شوري وبتسالها عملت ايه حاليا في محاوله تكوين ظاهره البلاك بانسر من تاني. وهي بتسالها عشان شوري حاليا بتحاول تصنع ظاهره البلاك بانسر من تاني. اوعى تنسى يا صديقي ان اصلا كليمونجر كان حرق كل الزهور دي قبل كده، والزهور دي انا قلت لك قبل كده انها بتدي للي بيشربها طاقه وقوه البلاك بانسر. المهم بتعرف شوري امها انها لسه ما قدرتش توصل لحاجه، وبتعرف امها ان واكاندا ما بقتش محتاجه نهائيا للبلاك بانسر، ولكن محتاجه تكنولوجيا وتطور اكتر. بس ريموندا مش بتقتنع بالكلام ده وبتطلب منها تكمل. بعدها بتاخد بنتها وبيروحوا يقعدوا عند البحيره عشان يتكلموا شويه، لكن فجاه بيلاقوا شخص طالع من وسط الميه واللي المفروض ان هي وسط واكاندا، وبيكون الشخص ده شكله غريب جدا وفي في رجله جناحات بتخليه يطير. عامه بيوقف قدامهم وبيعرفهم انه نيمور زعيم مملكه كبيره وجيش اكبر عايشين كلهم تحت الميه، وزيهم زي واكاندا بالظبط بيمتلكوا الفايبرينيوم وبكميات اكتر. بسبب كلام تتشال عن الفايبرينيوم العالم كله عرفه، وبالتالي بدأوا يدوروا عليه، وده بدأ يعرض شعبه الخطر لانهم بدأوا يدوروا عليه في المي. والفكرة هنا ان نيمور بيعرفهم انه مش عايز مشاكل نهائيا، ولكن كل اللي عايزه انهم زي ما عرفوا العالم بالفايبرينيوم يساعدوه ويجيبوا له العلامة الامريكية اللي صنعت الالة اللي بتنقب عن الفايبرينيوم عشان يقتلها خالص، وبكده هتتحل المشكلة ومحدش هيعرف يلاقي الفايبرينيوم. بعدها بيطلع نيمور زي بوق كده كان معاه وبيدير ريموندا وبيطلب منها انها لما توصل للعلامة الامريكية دي وتجيبها له تسفر بالبوق وتسيبه في المحيط وهو هيقدر يجيلها. قبل ما يمشي بيعرفها ان لو حد عرف بوجوده ووجود شعبه كله هيجي يقتلهم ويخلص على واكاندا. بس كده بيسيبهم وبينط في المية. وقتها باصت شوري وراها لقيت ان نيمور سايب لهم كمان الالة اللي بتكتشف الفايبرينيوم ومش بيكونوا عارفين اصلا جات ازاي وراها. في المجمل شوري بتاخد الآلة دي للمركز وبتفحصها وبتعجب بالذكاء اللي صنعها جدا جدا. ريموندا فبتعمل اجتماع مع كل العشائر بتوع واكاندا وبتقول لهم اللي حصل، فبيكونوا خايفين جدا وفي نفس الوقت عاوزين يحاربوا الشعب بتاع نيمور ده. ما هو اقول لك على حاجه، هو اصلا ازاي دخل واكاندا اللي هي محميه بشكل مش طبيعي؟ بس ريموندا بتستقر في الاخر انها الاول هتبعت اوكايا تروح تجيب العالمه دي وبعدها يشوفوا هيعملوا ايه. فبتطلب اوكايا من ريموندا قبل ما تطلع ان هي تاخد معاها شوري للمهمه دي، انها اصلا مهمه سهله، وشوري الاميره من وقت موت اخوها وهي قافله على نفسها وما بتروحش اماكن كتير. بتوافق ريموندا، وتاني يوم بيكونوا اوكويا وشوري في امريكا ويقابلوا روس صديقهم، واللي بيقول لهم اول ما بيشوفهم انتوا قتلتوا ليه الامريكان اللي على المنصه. شوري وقتها انكرت كل الكلام ده وقالت ان واكاندا ملهاش علاقه خالص، لكنها في نفس الوقت ما قالتش الحقيقه بالظبط، وسالوه بس عن العالمه اللي صنعت الاله بتاعت الكشف عن الفايبرينيوم. فبيديهم على طول عنوانها لما بيعرف ان البنت دي في خطر. وبس يا سيدي بيروحوا يقابلوها، وبتطلع بنت عادية جدا في ثانوي اسمها ريري ويليامز لكنها عبقرية شوية. وقتها شوري راحت تتكلم معاها وعرفتها بنفسها، بعدها قالت لها ان في شخص شرير عايز يخطفها ويقتلها وانها هنا عشان تحميها وتاخدها معاها. فبتقتنع ريري وبتروح معاها هي واوكوي. بس قبل ما تسافر معاهم بتاخدهم الاول على المختبر بتاعها عشان تجيب من هناك اللابتوب بتاعها ويروحوا على واكاندا. وهنا المشكلة، لان في الوقت ده بيوصلوا عندهم القوات الفيدرالية، فبسرعة بيبدأوا يهربوا، وبتركب اوكويا عربية تهرب بيها، وشوري بتركب موتوسيكل. اما ريري فبنكتشف انها صنعة بدلة حديدية قريبة جدا لبدلة ايرون مان. انا قلت لك عبقرية بقى. المهم بيفضلوا يهربوا من الشرطة يمين وشمال في مطاردة قوية جدا، وبينجحوا بصعوبة على فكرة ان هم يهربوا منهم عند كوبري كده فوق البحر. بس المشكلة هنا انهم وهم على الكوبري ده فجأة في حبل بيمسك في بدلة ريري وبيوقعوها من فوق وبتقع مغمى عليها. بعدها بيطلعوا من المياه مجموعة من شعب نيمور وبيدمروا جزء كبير من الكوبري، وبسبب كده بيتقلبوا اوكويا وشوري وبتقع شوري مغمى عليها. اما اوكويا فبتقف بقوة تحارب رجالة نيمور، لكن الكترة بتغلب الشجاعة وبيقدروا يضربوها وبيرموها كمان في البحر. بعدها بيكونوا خلاص هياخدوا ريري ويمشوا، فبتفوق شوري وبتكون صعبانة جدا عليها ريري لانها طفلة، وتقول لهم خدوني معاكم ارجوكم اتكلم مع نيمور لان دي طفلة وملهاش ذنب. فللاسف بياخدوها معاهم كمان وبيروحوا على بلدهم اللي تحت المياه. اوكويا طبعا بتشوفهم وهم واخدين شوري، فبسرعه بترجع على واكاندا وبتعرف ريموندا الملكه الام اللي حصل كله، وهي كلها حزن. ريموندا في اللحظه دي بتتعصب جدا من اوكويا انها ما عرفتش تحمي شوري، وهي اصلا اللي كانت طلبت من الملكه ان شوري تطلع معاها المهمه دي على اساس انها كانت سهله، وبالتالي بتاخد حاليا قرار بعزل اوكويا من منصبها. فبحزن بتسلم اوكويا رمحها وبتسيب المكان وبتمشي وهي بتعيط. عامه
بنرجع لامريكا تاني، وهناك بيروح العميل روس مع فريق كده من السي اي اي لمكان الجسر اللي حصلت عليه كل الحوارات اللي شفناها من شويه دي، وبيعاين المكان. وفي المعاينه دي بيلاقي روس اسوره شوري، واللي هي بالمناسبه جهاز كده بتستخدمه شوري عشان تتواصل مع الذكاء الاصطناعي الخاص بيها ويساعدها على طول. فبسرعه بيخبي الجهاز ده قبل ما حد يشوفه، ان لو حد شافه فواكاندا تلبس قدام العالم كله ان اللي حصل هنا كمان هي السبب فيه. وفواكاندا بتروح الملكه لمركز الابحاث وبتطلب من الذكاء الاصطناعي بتاع شوري يتواصل مع جهاز شوري. فبيتواصل معاه فعلا، لكن اللي بيرد عليهم هو روس. روس بيعرف ريموندا انه ليه الجهاز بالصدفه، وبيطلب منها تفسر له ايه اللي بيحصل هنا، لكنها بترفض لان طبعا نيمور قال لها ما تقولش لحد على مكانه والا هيبدا الحرب على وكاندا، وعشان كده مش بتوضح اي حاجه لروس وبتقفل معاه على طول. وبتاخد بعضها وبتروح لهايتي لان ناكيا خطيبه تشالا القديمه موجوده هناك من قبل موت تشالا، وبتدرس الاطفال الغلابه اللي هناك. ومن ريموندا بتقابلها وبتطلب منها تساعدها في التدوير على بنتها شوري، وبتعرفها الموقف كله. بتوافق على طول وبتبدا تلف وتسال عن نيمور لحد ما بتقدر تعرف الشاطئ اللي دايما بيظهر نيمور عليه. وهنرجع لها مره تانية وهنعرف هتعمل ايه بالمعلومه دي، بس دلوقتي بنروح لشوري. شوري حاليا مع ريري في كهف كده تحت الميه، ومن وقتها بيجوا الناس من شعب نيمور وبياخدوها تقابل نيمور. فبتروح تقابله وبتسلم عليه، ومقابله على فكره بتكون وديه لاقصى الحدود، لدرجه ان نيمور بدا يحكي لها كل ماضي. فبنرجع بالزمن لسنه 1571، بنشوف وقتها ان ام نيمور وباقي شعبه شعب التولكان كانوا عايشين على ارضهم في سلام كبير جدا وكل حاجه زي الفل. الفتره دي كانت بالمناسبه ام نيمور حامل في نيمور، لكن الاحتلال الاسباني وصل الارض عشان ينهب كل ثرواتها وقتها، وبسبب كده اتشتت الشعب في بقاع الارض كله وتهجروا من اراضيهم، ده غير الامراض الكتير اللي اصابتهم من الاسبان زي الجدري وغيره. وفي وسط الظلم ده كله بيظهر الامل متمثل في ملك شعب التولكان، والوقتها حلم بالالهه بتاعته والعياذ بالله الهه المطر، ودلته على نبته زرقاء كده بتنبت في المحيط، فخدها الملك وشربها وشرب شعبه كله منها بما فيهم ام نيمور نفسه. والنبته دي على فكره كانت سبب انهم كلهم يموتوا، لكنهم رجعوا الحياه تاني وكانت بشرتهم لونها ازرق ويقدروا كمان يتنفسوا بس تحت الميه، وعشان كده سابوا البر نهائيا وهاجروا البحر وبنوا مملكه تولكان بالكامل تحت البحر. اتولد كمان نيمور قلب المحيط، اول طفل يتولد تحت البحر، وبسبب كده بقت لنيمور صفات عظيمه جدا وغريبه زي الاجنحه اللي في رجله ودانه مدببه، وفوق ده كله بيقدر يتنفس في البر والبحر عادي جدا من غير ماسك زي باقي شعبه اللي بيضطروا يلبسوا الماسكات وهم طالعين بره البحر. واخيرا بقى عنده طول عمر كبير جدا، والدليل انه عايش من 1571 لحد النهارده وشكله عادي خالص ولسه شاب. لحد هنا كل حاجه كانت عاديه، لكن نيمور زمان بدا يتغير من يوم وفاه امه، لانه لما طلع يدفنها على البر زي ما كانت بتحلم طول عمرها ليه الجنود الاسبان وهم بيستعبدوا الشعب في البر، ما كانش منه الا انه قتلهم كلهم وابادهم كلهم عن بكره ابيه. ومن هنا قلب نيمور مات، وبقى ممكن يعمل اي حاجه ويقتل اي حد في مقابل سلامه شعبه وبلدهم الجديده اللي تحت المحيط. وبس كده بكده نكون عرفنا كل حاجه عن حياه نيمور، وبنخرج بقى من بحر الذكريات دي وبنرجع لنيمور وهو مع شوري. نيمور بعد ما خلص القصه لبس شوري بدله غطس وخدها معاه تحت المحيط، وراها وطنه قد ايه جميل وغريب في نفس الوقت. يعني مثلا وسيله المواصلات بتاعت شعب التولكان هي الحيتان الضخمه جدا واللي بالمناسبه بتخضع عليهم بشكل كامل، ده كله كوم وجمال عمران واستخدام قوه الفايبرينيوم في بناء البلد كوم تاني خالص. واكيد مش محتاج اقول ان شوري كانت مبهوره بكل التفاصيل دي. بعد ما بيوريها نيمور بلده دي بياخدها لمكان كده وبيقول لها انت شفت دلوقتي كل حاجه، واكيد عرفت دلوقتي انا ليه عايز اقتل العالمه الامريكيه، انا عايز احافظ على كل ده من النهب. لكن شوري بتعرفه انها مش هتسمح له يقتل ريري لانها غلبانه وملهاش اي ذنب، بس ممكن تساعده بانها تاخد ريري لواكاندا وتعيش معاها هناك في كل سلام. في اللحظه دي بقى بتظهر نوايا نيمور الحقيقيه، انه بيعرفها انه هيقتل ريري غصب عنها، وبعدها شعب واكاندا غصب عنهم كلهم هيساعدوه وهيحتلوا العالم كله بقوه الفايبرينيوم قبل ما العالم هم اللي يحتلوه. بيعرفها ان واكاندا لو مش هتبقى حليفه ليه هتبقى عدو. شوري وقتها كانت لسه هتتكلم، هوب بتوصل لنيمور رساله ان ريموندا عايزه تقابله فوق في البر، فبيسيب شوري وبيخرج يقابلها. وعشان نفهم اللي بيحصل بالظبط دلوقتي لان في لعبه في الموضوع، بنروح لناكيا اللي لسه على الشاطئ وبتكون قدرت تحدد مكان الكهف اللي فيه ريري وشوري تحت الميه. فعرفت المعلومه دي لريموندا، واللي بدورها بعتت رساله لنيمور عشان تسحبه من المحيط، وفي نفس الوقت ناكيا تنزل تحرر الكل. وفعلا بمجرد ما بتعرف ناكيا ان الرساله اتبعتت بتنزل للمحيط، وفي نفس الوقت بيروح نيمور يقابل ريموندا، ومش مهم اصلا اللي قالوه خالص، الاهم مننا نركز مع ناكيا واللي وصلت للكهف، وبدون مقدمات بتترح الحراس اللي تبع نيمور وبتاخدهم وبيهربوا وبيرجعوا على واكاندا.
اما نيمور فبعد شويه لما بيرجع لمملكته وبيعرف باللي حصل كله على طول بيجمع الشعب وبيعرفهم ان الحرب بدات على واكاندا. بالفعل صديقي مش بيعد وقت طويل وبيهجم نيمور اول هجوم ليه مع عدد صغير جدا من جيشه، لكن للاسف بيكون كافي وزياده بدون مقدمات، بيبداوا يدمروا اي حاجه قدامهم في واكاندا بكل وحشيه. بنشوف قوه نيمور الكبيره جدا جدا انهم حرفيا بيضربوه بالطيارات، لكنه بيقدر يدمر اي طياره بكل سهوله بما فيهم طياره شوري واللي كانت بتحاربه بيها. لكن نيمور مش بيكون مهتم بشوري نهائيا والباقي، بل بيكون مهتم انه يخلص على ريموندا اللي ضحكت عليه. وبالفعل بيروح لها القصر وبتكون معاه في الوقت ده ريري، وبدون مقدمات بيضربهم نيمور بقنابل من الميه وبيغرقوا. وتهاجم ناكيا وشوري واوكويا وحاولوا ان هم ينقذوا الكل، ففي الوقت ده بيجي لهم نيمور وبيعرفهم انه بعد اسبوع بالظبط هيجي بجيش كامل وكبير وهيبيد واكاندا كلها، لكن ممكن يرجع عن قراره لو واكاندا قررت تتحالف معاه. بعدها بيوجه كلامه لشوري وبيقولها انت الملكه دلوقتي، خد القرار، وبيسيبها وبيمشي هو ورجالته بعد ما حرفيا دمروا اغلب البلد. طول الوقت ده يا صديقي بتكون اوكايا لسه بتحاول تنقذ ريموندا وريري، واللي كانوا بالمناسبه قاطعين نفس، بس الحمد لله بتفوق ريري، لكن ريموندا بتموت. بس يا صديقي بيعملوا للملكه الشجاعه دي جنازه عظيمه جدا، وبيكون الكل زعلانين والحزن مخيم على الكل، خصوصا شوري واللي حرفيا خسرت اخر فرد من عائلتها. لكن شوري يا صديقي مش بتيأس، وبعد الجنازه بتطلب من امباكو ان هو ياخد اهل واكاندا عنده في الجبال عشان يحميهم بعيد عن الحدود، وده اللي فعلا بيعمله. اما شوري نفسها فبتفضل تشتغل في المختبر بتاعها طول الوقت هي وريري، وبيقدروا يوصلوا ان نيمور بيكون اضعف بكتير جدا لما بيكون بره المياه، وخصوصا لو جلده جاف، وهنعرف ايه فايده المعلومه دي قدام. لكن المهم حاليا ان شوري بتفضل زي ما هي تشتغل كتير جدا على زياره بلاك بانسر، واخيرا بتتحقق المعجزه وبتقدر تصنعها. بتجي ناكيا وبتشربها الزهره دي، فكالعاده بتدخل شوري في رؤيا، والمره دي بتشوف كل منكر اللي بيقول لها لازم تكوني قوية وتاخدي قرارات قوية في سبيل الحفاظ على واكاندا. وهو بتفوق مفزوعة، لكنها بتفوق بقوة كبيرة جدا، قوة البلاك بانسر اللي عادت مرة تانية للحياة. ومن غير تضييع وقت بتلبس شوري بدلتها وبتروح للشعب عند امباكو، فالكل بيفرحوا جدا بعودة بطلهم البلاك بانسر من جديد. لكن شوري مش جاية تضيع وقت، وبتعرف الكل انهم هيروحوا دلوقتي لمكان معين في المحيط، وهيستدرجوا نيمور وشعبه وهيبدأوا يحاربوا شعبه. اما شوري نفسها فهتصطاد نيمور وهتحطه في طياره فيها انظمه تبخير تجفف جسمه من الميه، وبالتالي هيضعف وتقدر بسهوله تهزمه. خلاص كده حطينا الخطه، يلا نبدا. بيخرجوا شعب واكاندا كله على راسهم شوري بزي البلاك بانسر في سفينه بقلب المحيط، وبيستدرجوا شعب التركان بانهم بيعملوا نفسهم قال ايه يعني بيبحثوا عن الفايبرينيوم وكده. فعلا بيوصل نيمور مع جيشه وبتبدا العركه، وبتبدا معركه قويه جدا بيشاركوا فيها الكل. لكن حاليا بنركز بس مع ريري واللي بتلبس بدلتها الحديديه الجديده وبتطير وبتفضل تطارد في نيمور لحد ما بتبدا تضربه وتحطه في الطياره واللي بتكون فيها شوي. وهنا بتبدا انظمه التبخير تشتغل وتضعف نيمور، واللي اول ما بيدرك اللي بيحصل له بيحاول على طول يدمر الطياره، فبتدخل شوري معاه في معركه قويه جدا، بس الطياره بتكون اتضررت جدا من محاولات نيمور، وبسبب كده بتقع بيهم بس في الصحراء. وهناك بقى صديقي بتبدا جوله تانية من المعركه، واقل ما يقال عليها ان هي معركه اسطوريه، معركه كل واحد فيها داخل بدوافع كبيره جدا. شوري متسلحه بموت امها وسعيها للانتقام، ونيمور بامل شعبه الكبير في الحفاظ على سر بلدهم. وبتفضل المعركه رايحه جايه بين الاثنين، وبتقدر شوري تقطعله على فكره الاجنحه اللي في رجله، وده طبعا بيوجعه جدا، لكنه مش بيستسلم ويفضل يحاربها لحد ما بيقدر يشيلها رمح في بطنها، وبيفتكر ان خلاص كده كل حاجه انتهت وفاز، بيكون رايح للميه تاني عشان يسترد قوته. لكن شوري يا صديقي مش بتيأس، وبتشيل الرمح من بطنها وبتروح له وبتفجر قنبله بتخليه يتحرق شويه، وبكده بتقدر تسيطر عليه المره دي بشكل كامل. لكنها يا صديقي مش بترضى تقتله، وبتطلب منه الاستسلام عشان يحمي شعبه وما يتقتلوش. وفي لحظه فارقه فعلا بيقرر نيمو بالعقل يستسلم. وعلى الناحيه التانيه بتكون المعركه لسه شغاله ما بين شعب التركان وشعب واكاندا، وبيكون شعب التركان متفوقين بشكل كبير وخلاص هيهزموا اهل واكاندا، لحد ما بيوصل نيمور مع شوري وبيعرف نيمور شعبه ان القتال انتهى وان واكاندا اصبحت حليفه وهتحمي اسراره. فطبعا بينزلوا كل اسلحتهم وبتنتهي الحرب اخيرا، وبيرجع نيمور مع شعبه للمحيط وهو بيجر عار الهزيمه، بس الصراحه مرضي في نفس الوقت. اما شوري فبترجع لواكاندا، واول حاجه بتعملها هو انها بتزرع زهره البلاك بانسر من تاني عشان ترجع موجوده في البلد زي زمان. بعدها بتروح لريري وبتشكرها جدا انها ساعدتها، وبتودها عشان ترجع ريري لامريكا مع الحفاظ على كل الاسرار اللي حصلت دي، انهم كمان هيتقابلوا تاني ودي مش النهايه. بعد بقى صديقي ما ارتاحت شوري من الحرب وكل القرف ده، بتقرر ان هي تروح هايتي تزور ناكيا هناك
وتفصل شوية من كل العذاب اللي شافته الفترة الأخيرة. بس في هايتي بتجيب ناك يا طفل كده بتعرف شوري ان داتو سان ابنها من الملك والبلاك بانسر السابق تيتشالا. طبعا بتفرح جدا جدا شوري ان الاخوها طفل. واخر حاجة بقى بنشوفها يا صديقي هو العميل روس وهو بينتقل للسجن، وده بسبب ان طبعا الحكومة بتاعته اكتشفت انه على تواصل مع اهل واكاندا من غير ما يقول للحكومة، ودي طبعا جريمة. لكن قبل ما يوصل روس للسجن بتيجي اوكويا وبتهربوا لان اهل واكاندا عمرهم ما ينسوا حد ساعدهم. وهنا بتكون نهاية الفيلم، ولكن اكيد مش نهاية بلاك بانسر لان واكاندا بلد غنية بالفايبرينيوم واللي هيخليها دايما مطمع للغزاة. لكن شعب واكاندا والبلاك بانسر دايما هيكونوا قد التحدي مهما كانت الصعوبات، خصوصا مع الحليف الجديد اللي تحت المية. بس كده سلام.